واحدة له. Legendary vocals. نجاتا الصغيرة. Is she Nagat? Film by Muhammad Taha. أغنية أذن أشكلت علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي وتحديدا في تاريخ تلحين القصيدة أو الشعر الحديث. من لحظتها يعني حققت إعجاب كبير لدى المستمعين. هذا اللقاء اللي تم بين الثلاثي نزار محمد عبد الوهاب ونجات وشاء الأخبار أن يتم هذا اللقاء تم بالصدفة حقيقة، لأنه للأغنية حكاية. لم ألاحظ اضطراب الكلمات، رسمت حروف القصيدة التي أردت لها أن تسمع في العالم العربي بصوت نجاة، ورغم إرادتي قطعت رأس القصيدة مرتين ثم استسلمت لشوق غمرني ليصير عنوانها. It is part of a movie. أيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. اليوم عاد كأن شيئاً لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه. نجاة الصغيرة لم تلتقي بنزار على المستوى الشخصي، وفي محاولة سابقة أنه اطلعت على أحد دواوينه وقرأت عن المرأة، يعني ولكن صوت المرأة التي تحدث عنها نزار لم تعجبها. أخذت نجاة القصيدة وبدأت تبحث لها عن لحن. يعني أغلب الظن أنه رفض محمد الموجي وكمال الطويل لتلحين القصيدة لأنه بالفعل كانت جديدة، يعني كنمط شعري يحمل قصة شعرية بألفاظه، أصلا فيها ألفاظ يعني بسيطة، يعني بعضها غير يعني غير فصيح. فشكلا ومضمونا كانت الأغنية جديدة كي تلحن. يعني أنا أعتقد لهذا السبب يعني تم استبعادها. حمل الزهور إلي كيف أرده، وصبايا مرسوم على شفتيه، ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت إلى زنديه. خاب ظن نجات، فقامت بإعادة المظروف والردود إلى الصديق المشترك الذي صادف أنه هو إسماعيل حبروب، هو كاتب ومحرر في جريدة، فقام بنشر الرسالة مع التذييل مع تعقيب نجات عليه، وانتهى الأمر. Then what happened? Who composed the song? بالصدفة، وهنا يلعب القدر دور، بالصدفة أنه محمد عبد الوهاب يقرأ الخبر في الصحيفة. محمد عبد الوهاب يسارع للاتصال بنجاة ويتحقق هل هذا الكلام صحيح؟ يجيب نعم. في الحقيقة استطاع عبد الوهاب أن يقدم تفكيراً جديداً لأول مرة في تاريخ تلحين القصيدة العربية، وهو مدرسة صار يعني ابتداءً من أي ظن سيدخل الغناء العربي على مستوى تلحين القصيدة مرحلة جديدة. أيظن أني
يوسف محمد عبد البعض ونسال. بعد ما قريت كلام نزار حسيت ان في كنز متخبي في القصيدة، بس انك تعرف الكنز ده فين هو ده المفتاح. بصراحة ما حسيتش ان القصيدة سهلة تنقال، كلماتها صعبة، وما سبقش اني غنيت حاجة زي كده. غاب فترة محمد عبد الوهاب ثم عاد الى نجاة وأعطاها اللحن مسجل على كاسيت على شريط كنت أتدرب عليه من أجل تقديم الأغنية. اللي حصل بتلك الفترة أنه خبر الأغنية أو العمل الجديد الذي يجمع محمد عبد الوهاب بنجاة انتشر في الأوساط الضيق. I'm sure everybody was surprised. Which song is that? فطلب أحد الأصدقاء من نجاة مدير إذاعة يعني إذاعة مصر أن تعيروا الكاسيت أو الشريط لأنه يفكر في إعداد برنامج يرافق بث الأغنية أو فيما بعد يعني تغطي للأغنية. فأعرته الشريط. يقال انه بخطأ تقني جلال معوض مدير الإذاعة قام بعرض الكاسيت كاملا او الشريط كاملا، اي اظن انتشرت على اسماع الناس viral at that moment. فوصلت القصيدة والشعر والأغنية بصوت عبد الوهاب فبدت وكأنها أغنية لعبد الوهاب دون ذكر نجاة. من الطبيعي مشكلة. اعترضت نجاة، فرد محمد عبد الوهاب أن الخطأ ليس خطأ. تمت المصالحة فدخلنا إلى مرحلة جديدة. The voice of نجاة الصغيرة. أثارت الأغنية لعطا كبيرا في كافة الأوساط، قسمة الأوساط الأدبية الفنية حول أغنية أيظن بين مؤيد ومعارض. على مستوى الجمهور نالت القصيدة إعجاب الملايين. ورغم التهاني التي تلقاها نزار لكنه لم يتمكن من سماع الأغنية، فكتب لنجاة معاتبا رسالته الشهيرة: يا لك من أم قاسية يا نجاة، أريت المولود الجميل لكل إنسان، وتغنيت بجماله في كل مكان، وتركت أباه يشرب الشاي في بكين ويحلم بطفل أزرق العينين يعيش مع أمه في القاهرة. لا تضحكي يا نجاة إذا طلبت ممارسة أبوتي، فأنا لا يمكن أن أقنع بتلقي رسائل التهنئة بالمولود دون أن أراه. فانهضي حالا لدى وصول رسالتي، وضع المولود في طرد بريدي صغير وابعثي به إلى عنوان. I got full body goosebumps with this letter. إذا فعلت هذا كنت أما عن حق وحقيقة، أما إذا تمردت فسأطلبك إلى بيت الطاعة رغم معرفتي بأنك تكرهينه. وضعت نجاة الشريط في الطرد ووصل، فبالنتيجة تمكن أنه يسمعه وأقام حفل دعا للأصدقاء وبات سعيدا. نزار يعتبر نجاحه الأكبر بهذه التجربة مع أيظن هو نجاح كبير حقا.
نجاة تعتذر أنه هي بداية جديدة لها، وكذلك محمد عبد الوهاب. لذلك محمد عبد الوهاب يقول: أنا في القصيدة قبل أن يظنوا غيري بعدها. لذلك شكلت أغنية العلامات الفارقة في نزار's سواء poems. في جزء ثلاثي أو على مستوى الغناء العربي، مستوى القصيدة العربي. I wish we had another episode for the song of Kadi Mesar and the poems of Nizar Ghapani. My goodness, what a magical documentary, and I couldn't get enough of it. I absolutely enjoyed every single second of the video, and I'm so happy, guys. I learned a lot. Thank you so much for sharing the link, and I'll see what I can do. I think I'm gonna share the video in different parts, in four different separate videos. I'm not sure. I'm gonna figure it out. Thank you so much for watching the video, guys. It was a great honor to know this information about the historical love songs. And I absolutely enjoyed every single second of it. If you enjoyed just like I did, you already know what to do. Hit that like button. And if you are new to my channel, do me a huge favor and hit the subscribe button. I want you to stay safe wherever you are. And I'll definitely catch your next reaction videos. Take a good care of yourselves and peace.